بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث اليوم إن شاء الله بإذن الله عن بيبول. لو من البانل اللي تحت لو ضغطنا على كلمة بيبول هيفتح لنا البانل الخاصة بالبيبول أو قائمة الأشخاص. الأمر ده بمنتهى البساطة أقرب لأنه يكون بمثابة خريطة مصغرة ل مجموعة الأشخاص اللي موجودين في الإطار اللي قريب منك. طيب هنتكلم عن البانل ده. أولا أول تاب فيه اسمه نير باي. نير باي دولت مجموعة الأشخاص القريبين نسبيا من المجال اللي انت موجود فيه. تقدر تقول مثلا في مدينة واحدة أو في شارع واحد أو في مجال قريب ومديك مجموعة من الأشخاص، طبعا الأشخاص بصورهم ببروفايلهم وكده. طبعا الأشخاص اللي جنب منهم الأيكون الرمز ده معناه ان هم جاهزين للتشات الصوت، يعني المايك بتاعتهم متثبتهم ممكن في أي لحظة يعملوا سبيك ويتشاتوا مع بعض بصوت. الجانب الثاني بالنسبة لوجودك انت في الخريطة دي هو اللون الأورنج أو اللون الأصفر، بقية الأشخاص بتبقى باللون الأخضر. تمام؟ أوكي. لو أنا مثلاً على الخريطة ضغطت على Shift وممكن أبتدي يعني أعمل زي بان للخريطة كده، أمسكها وأحاول أتنقل في أماكن مختلفة. تمام كده؟ جميل. أوكي. ده نقطة. الجانب الثاني هو بيقول لي دايماً إنك ممكن تعمل سيرش لو أنت عايز تدور على شخصية بعينها علشان تبتدي تشاتنج معها أو تبتدي تشوف بروفايلها، أو يعني أنت تقصد بتدور على شخصية بعينها على وجه التحديد. مثلاً لو أنا كتبت لأي أنا بدور على اسمي، أنا هو أول ثلاث حروف في اسمي. ده هي الجانب. ودايماً بيكون في أمور خاصة بالسورتنج أو الترتيب أو أني ممكن أخفي اليوزر نيمز وغيرها، أو أني ممكن أعمل كنترول لشخصية معينة وابتدي أعمل لها ديليت للشخصية ديت علشان يعني أحذفه من كونه أنه هو يكون فريند ليا لو أنا كان عندي لو أنا موجود في الليستة بتاعت الأشخاص دي، مجموعة من الأشخاص اللي هم فريند معايا ممكن أعمل سيليكشن وأعمل ديليت بمثابة ألغي، بعمله أن فريند بمعنى أدق. الجانب الثاني كان خاص بالفريندز. فريندز البانل ده احنا شفنا قبل كده كان خاص بالأصدقاء، وأنا ما عنديش غير صديقة واحدة بس اللي هي ريهام. وريهام اسمها تقريبا دلوقتي باهت شوية لأنها مش أونلاين. لو تأملنا الموضوع الخاص بمجموعة الليبلز اللي موجودة جنب منها، أول حاجة بيقول لي إن الأداة ديت معناها إن الشخص ده يقدر يإديت ويديليت ويتيك الأوبجكت اللي معاك أنت، لأن حضرتك إديت له الصلاحيات دي. هو انا اديت له الصلاحيات دي من فين؟ تقريبا مسألة اعطاء الصلاحيات للاشخاص كانت موجودة في قائمة بروفايل. طيب هنحاول يعني نديها نظرة بشكل سريع، يمكن نكون ما تكلمناش عنها بشكل او باخر واحنا وبنتكلم عن قائمة بروفايل المهارة دي على وجه التحديد، هو ازاي يقدر ياخد او يأدت او يمنتج على حاجات عندي انا. حضرتك اللي بتديله الصلاحيات ديت على وجه التحديد. فلو انا مثلا رحت مرة تانية على قائمة الفريندز تبعي، قائمة الاشخاص تبعي، هلاقي ان في زي رمز الترس الصغير ده، لو انا ضغطت عليها هلاقي في حاجتين، حاجة اسمها ريموف فريند وده اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية برمز السل، وحاجة اسمها بيرميشنز. بيرميشنز هدي بقى ايه التصريحات. ده يقدر يسي الاونلاين ستاتوس، الحاجات اللي انت بتشيرها اونلاين. كان يسي مي اون ماب، بيقدر يشوفني على الخريطة في اي وقت طالما عليه التشيك دي. كان يأديت ويديليت ويتيك ماي اوبجكت، ديت البرميشن. حضرتك مديله البرميشنز البرايفاسيز دي، مديله الصلاحيات دي، علشان كده بيظهر لك الايكون الصغيرة دي جنب منها this friend can locate you on your map. ده بيقدر يعمل لك locating، يعرف ابعادك على الخريطة.
طب هو ممكن يعني يعمل ايه بأبعاد دي؟ ممكن يشيرها للناس علشان تعملوا كوميونيتي، لو الناس مش عارفة انت فين يشاور عليك، فاهمني كده؟ فده فيتشر جميلة جدا، يعني انت مش بتحاول تقفل على نفسك، ما تخليش حد يقدر يشير أبعادك، انت ممكن تدي للناس الفرصة بان هم ياخدوا أبعادك علشان يبعتوها في رسائل خاصة للناس التانية، الناس التانية تحطها على الخريطة فتقدر توصل لك بسرعة. ديت نقطة جميلة، وهنعرف ازاي ننشطها كمان شوية. الجانب التاني، this feed can see when you are online. ده طبعا يقدر يشوف انت اونلاين، دي عرفناها من شويه. الجانب ده كان لو انت كنت عايز more information about الشخص ده، يعني اسمه ديت هو بنسميها، ديت عباره عن الديسبلاي نيم اللي بيظهر من فوق، لكن ريهام زيرو ده الاسم اللي هي سجلت، اللي ريهام سجلت بيه بالافاتار من اول. 1 week old هي موجوده اونلاين، كانت من فتره، وديت الصوره الرمزيه بتاعتها. وممكن اضغط على فريو فول بروفايل عشان ابتدي اعرف مجموعه من المعلومات الخاصه بريهام، اللي هي الاخيره كانت خاصه بالفيو بروفايل، ابتدي يظهر لي البروفايل بتاع ريهام في بالظبط زي ما انا عملت في البروفايل بتاعي، الديسبلاي نيم والصوره الرمزيه والانترستس والقائمه دي، زي بالظبط الملف الشخصي، كانك بتضغط على شخص معين على ايه، كانت بتضغط على شخص معين على الفيسبوك مثلا. واباوت وبيكس نفس السيناريو ده، طبعا من فريند ممكن تشيل ان فريند، ومن فولو ممكن تعمل ان فولو. طبعا الفرق ما بين الفريند والفولو، الفريند علشان طبعا تبقى صديق، والفولو طبعا عشان يوصل لك اخباره اول باول، تمام. وديت المسجز لو انت كنت عايز تبعت له رساله خاصه او رساله برايفت على وجه التحديد، فبتوصل له طبعا فين في المسجز، عندك طريقتين من هنا او من هنا. وطبعا ديت انت ممكن لو انت عايز تطلب مكانه، او لو انت عايز تعمله كول تتشات معاه، او لو انت عايز تشوفه على الخريطه، او لو انت عايز تشيره هو البروفايل بتاعه، او لو انت عايز باي، او لو انت عايز تديله بيرميشنز. ديت النقط اللي احنا برضو اتكلمنا عنها في اكتر من موضع، يعني المساله فليكسبل، ليها اكتر من طريقه. الجانب التاني كان في الجروبس. الجروبس هو بيقول لي يو belong to zero groups، انا مش منتمي لاي مجموعه. طب اوكي ماشي، ما في مشكله، انا لو عايز اعمل creation لمجموعه just click join او new. ها join لو انا كنت عايز اعمل join لمجموعه already موجوده، ها طب new لو انت كنت عايز تعمل creation لمجموعه جديده. قلنا طب اوكي عايزين نعمل مجموعه جديده، تقف هنا شويه ماشي، تكتب اسم المجموعه وتحدد من فوق هنا، تكتب اسم المجموعه، هنا اللوجو زي بالظبط الصوره الرمزيه للمجموعه، ها زي الكفر كده على الفيسبوك. هنا بتبتدي تضيف الاعضاء، هنا بتحدد الاشعارات الهنتات، هنا بتحدد تكلفه للناس اللي بتجوين، وهنا بتحدد المودريشن زي صلاحيات، وبتعمل كريشن. طبعا المجموعه اضافتها بتاخد منك 100 لندن دولار، يعني بتاخد منك فلوس. المجموعات دي تكلفتها بتاخد منك فلوس، وهنا بتظهر لندن دولار يا جماعه، يعني انا تقريبا معايا 469 470 لندن دولار، تمام. اوكي ارجع تاني البيبول، لو انا كده حاليا موجود في مجموعه، لو ضغطت على السهم بدات هرجع برا الجروبس. ريسنت ديت اخر ناس انا كنت عملت معاهم انتر اكتيفيتي، يعني مثلا الشخص ده هو لسه كان عامل انتر اكشن معايا من 12 دقيقه، بس هو دلوقتي اوف لاين، كان بيحاول يتشات معايا. طبعا اللي بلوك ديت قائمه الناس اللي حضرتك بتعمل لهم بلوك. كالعاده الامر سهل جدا، جاست انت لو مثلا جاست كليك يمين على اي عنصر، عايز تشوف البروفايل، اي ام عايز تبعت له انستنت مسج، اوفر تليبورت عايز تعرف هو موجود فين، او اقصد عايز تقول له انت موجود فين، ريكوست تليبورت عايز تعرف هو موجود فين، فويس كول عايز تتشات مع صوت، فيو تشات هيستوري عايز تشوف تاريخ الشات ما بينك وما بينه، عايز تضيفه كفريند طبعا لانه مش متضاف مش هقدر اعمل له ريموف، عايز تعمله انفايت، عايز تدعي المجموعه، عايز تطلب الخريطه بتاعته لانه بس مش هو مش اونلاين، فعشان كده مش هتعرف لانه ملوش وجود دايركتلي على الخريطه، والشير والباي والبلوك. دي النقطه الاخيره لو انت كنت عايز تعمله بلوك عشان تضيفه في القائمه السوداء، او هو كان موجود في القائمه السوداء عايز تحذفه او تعمل له ان بلوك. ده بالنسبه لي نير باي. الشاهد معايا لو انا طيب ضغطت مثلا، خلينا نقول دبل كليك على اي عنصر في الخريطه، دبل كليك على اي مكان،
اي حته في الخريطه، راح يجيب لي الورلد ماب، حاجه اسمها وورلد ماب، وهنتعرف لا عليها ان شاء الله، هنتعرف عليها من قائمه وورلد ديت. هنلاقي حاجه اسمها وورلد ماب، هنجي لها ان شاء الله باذن الله في القوائم. الورلد ماب ديت عباره عن الخريطه بتاعت العالم كله، فانت ممكن تمشي تروح اماكن مختلفه بجزر مختلفه في امور مختلفه جدا طبعا. وبالنسبه لك النورث تحت الساوز، ساوز ويست، ساوز ايست، الايست، الويست، تمام، والنورث ويست وساوث ايست، شمال جنوب شرق غرب، الاتجاهات الاربعه. معاك مي لو انت عايز تعمل تليبورتنج تروح لمكانك دايركتلي اللي هو المكان اللي انا موجود فيه اهو، العلامه الصغيره دي او الهوم اللي انا محدده كنقط رئيسيه. انت عايز تصل البيرسونز، البيرسونز بيظهروا دايما في صوره نقط، لو انا شلت الحاجات لونها اخضر دي، لو انا شلتها هتلاقي ان انت مش سامح بظهور الاشخاص، ما يهمكش. طب انا مش سامح بظهور حاجه اسمها الانفو هاب، هنتعرف عليها ان شاء الله باذن الله. انا مش سامح بظهور اللاند سيل، انا مش عايز اشوف الجزر المباع، في جزيره قديمه اتباع دي صاحبها عايز يبيعها، اقصد على وجه التحديد. جنرال عايز تشوف الايفنتات دي خاصه بالايفنت، لو كان في ايفنتات ناس مجتمعين عشان حاجه معينه. فايند اون ماب، لو انت عايز انت على الخريطه ممكن تلاقي زمايلك الاونلاين، عايز تشوف الاماكن اللي انت رحتها، عايز تعمل سيرش على وجه التحديد لوكيشنز، وبتبتدي تحدد اللوكيشنز. يعني انا لو ضغطت في اي مكان، اي مكان بيظهر معايا اللوكيشن على ثلاث محاور، المحور الثاني الثالث ده اللي بيتشير، دايت اللي المكان اللي انت عايز لو انت موجود فيه ممكن تشيره للناس. يعني لو انا قلت كوبي الكلام ده، ها على وجه التحديد هاخده بكوبي هديه لاي حد، لو اي حد هحطه في شريط العنوان هلاقيه قدام مني، هلاقيه كمان جاست فوق مني على وجه التحديد. فدي الطريقه اللي الناس بتحاول بيها تلاقي بعض. هو طبعا بيعمل تليبورت، التليبورت ده اشبه بمساله السفر، انك تسافر من مكان لمكان. يعني انا معايا يو ار ال، ها معايا رابط عايز اعمل تليبورت عليه، ها عايز اروح هناك، بكتبه في شريط العنوان بعمل انتر، انتر دي بتساوي كلمه تليبورت، فبيبتدي هو يجهز الخريطه الزمنيه علشان تسافر من المكان ده للمكان ده جاست بضغطه انتر، او جاست بانك تضغط على كلمه تليبورت، فبتلاقي نفسك انتقلت مثلا من مكان انت كنت موجود فيه لمكان لمكان تاني خالص مختلف. طبعا هو بيقول لي في شو سيلكشن بيحاول يعمل فوكس على الحاجات اللي انا واقف عليها، ودي طبعا الزوم، ها بيحاول يبتدي يعمل لك زوم، وكل ما بتبتدي تصغر بيبتدي يقول لك والله انت فين من ايه اكزاكتلي. This is the virtual world، ده بنسميه العالم الافتراضي. كمية كبيرة جدا من الجزر المرتبطة ببعضها البعض، الجزر دي موجودة على سيرفرات مختلفة في بلدان مختلفة محاكية للواقع بصلاحيات مختلفة مع أفراد مختلفين بتجارات مختلفة. ذات بشكل مبدئي ما نطلق عليه العالم الافتراضي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.